السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. قبل ما نبلش المقطع بتمنى تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس حتى يصلكم كل شيء ونعمله أول بأول. بحبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي السلسلة حتى كلنا نتعلم أدب التعامل مع أمنا وأبونا، وبمقاطع تمثيلية صغيرة رح نفرجيكم الصح والغلط. لا يطلعك الشغل لك كيف كيف؟ المعلم انبسط كتير مني وقال لي بدي اعطيني درجة كويسة. وانا كمان بالمدرسة صرت الاول والان سألت لي انه تعطيني مكافأة. حلو والله مكيف انا وانت صبح. يا سلام الله يديم الفرح. فرحوني معكم؟ كيفكم فرحانين؟ لا والله ما في شيء. شايفكم تضحكوا فرحانين؟ لا هيك كنا شغلة بيني وبينه. ايه. خطأ يا حبيبي خطأ. لا قلت لك الشغل المعلم كتير مدح فيني وقال لي اعطيني درجة كويسة. وانا كمان طلعت من المدرسة الاول وقالت لي انسى تعطيني مكافأة. والله لنكير صبة. حلو والله الحمد لله. فرحوني ما اكون شايفكم فرحانين الله يديم الفرح هيك. أيوة فرحكم يا رب. الحمد لله لقيت شغل والمعلم كتير انبسط فيني وقال لي اعطيني درجة كويسة. ايه الحمد لله الحمد وأنا لله. وانا كمان بالمدرسة طلعت الاول والانسى قال لي اعطيني مكافأة. يا سلام يا سلام شطور شطور. ايه الحمد لله ان شاء الله يديم فرحكم. ان شاء الله ان شاء الله دائما هيك وضعكم متحسن وفرحانين دائما الله يديم الفرح عليكم يا رب. الصح انك تشاركهم اخبارك المفرحه حتى يفرحوا معك. مره انا صغير اخذني ابي على السوق واشترى لي بوت رياضه ابيض شغلي كان وقتها ما في يعني كثير قليل بهذاك الوقت، فحط لنا اياها البياع بكرتونه هيك صغيره وبكيس وانا حملتها انه فرحان فيها جديده هيك ورجعاني ضاعت العلبه وضاع الكيس وجات على البيت وراح البوت. ابي صار كم مره حكيت لنا اياها هي؟ والله صار على منا يمكن اول مره بحكيها. سمعتها 1000 مره بابا. عن جد انا حكيتها قبل؟ مثل ما قلك 1000 مره. حفظناها وصم. خطأ يا حبيبي خطأ. مرة أنا صغير أخذني أبي على السوق قال لي بدي أشتري لك بوت رياضة بغير شكل، وفعلا رحنا على البياع نقيت بوت رياضة لون أبيض شغلة كتير حبيته، فالبياع عبالنا إياه بصندوق صغير وبكيس وأعطاني إياه، إنه أنا فرحت قلت أشيله أنا فرحان عليه بوت جديد. نحن راجعين على الطريق ضاع مني الكيس، ضاعت العلبة وضاع الكيس وضاع بوت رياضة. الواحد من فرحته اجباري هيك يكون فرحان كثير بضيعه. انا ابني من فرحتي انا حملته وصرت هيك، بس كيف ضاع مني جد ما بتذكر يعني. انا ما بشتري شغله جديده بفرح. كلياتنا بنفرح. كلياتنا بنفرح يعني مو حائضين. ذكريات ايام حلوه كانت. ايام حلوه. الصح انه تتفاعل مع حديث امك وابوك حتى لو كرروه اكثر من مره قدامك. ابني قوم على شغلك، قوم اسعى، قوم اشتغل، لسه قاعد لي على الالعاب والجهاز. خلص بقى ابني. لك ابني بعد عم بحكي معك دير لي ظهرك ليش؟ فهم مني عم بحكي معك انا ولا ما عم بحكي معك؟ طيب الظهر عندي فهم مني دير لي ظهرك ليش؟ خطأ يا حبيبي خطأ. ابني شوف هو واحد بيشتغل بحياته بتعذب يعني شوي شوي خطوة خطوة بيصل لهدفه وبيمشي حاله يعني. بدك تتعب وتشتغل يعني ما بدك تمل وتقول عم بتعب وبرقد وكله على الفاضي. لا ابني رب العالمين ما بضيع تعب حدا، عرفت؟ الله بيرزقك ولو بعد حين، بس بدك تتعب وتقول يا رب. فهمت ابني؟ فهمت بابا. الله يرضى عليك، هيك تصرف في حياتك كلها. تمام بابا ماشي. الله لا يخجلكم يا رب، الله لا يخجلكم. احترم امك وابوك ولا تعطيهم ظهرك وهن عم يحكوا معك. والله كثير بتضايق صاير. يا بابا من وين ما راح تضايق؟ طلع كرشك كل مرة بتكبر.
وبركب الزول على تبرك. هي بابا طلع كرسيك كل ما عاد تكبر. خطأ يا حبيبي خطأ. صاير لي كرش، كرش كمان عم تكبر. لا بابا بالعكس جسمك هيك كتير مناسب، شوية رياضة وتصير تمام تمام. بابا وين كرش؟ ما في كرش. ما في كرش؟ ما في كرش. جوز انت هيك عم تحس، نفخة بتكون، ما في كرش. جسمك نظامي عم ناسب. يعني كويس هيك جسمي؟ كويس لكن. بس لازمني شوية رياضة. هو شوية رياضة وبتصير تمام. إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله. الله يرضى عليكم. الصحيح انك تمدح امك وابوك بشكل دائم. تتذكروا لما كنا نروح على الحديقة وناخد هيك مشاوي ونشوي ونلعب ونتسلى ونقضي وقت ونلعب طابة وراكيتات؟ تتذكروا؟ هي مرة واحدة اخذتنا. لا ابني اشي مرة واحدة؟ مرة. والله زايد تنسيان. انا ما اخذت مطاول. ما أخذتك أنا؟ كيف ليش لما أخذتكم؟ زايد نسيانين أنتم. خطأ يا حبيبي خطأ. تذكروا لما كنت أخذكم على الحديقة ونأخذ معنا مشاوي وطابة نلعب ونتسلى ونضرب بعض ونرقد؟ تتذكروا؟ أي والله كانت أحلى أيام. والله أحلى أيام. أي والله تم حلوة وهيك يعني ذكرى بتبقى هيك عند البني آدم كتير حلوة. مزبوط صح؟ أي وأنا لما بروح الحديقة كتير مبسوط. يا خيوتي إن شاء الله دايما أنت مبسوط. الصح أنه لازم دايما تذكر أمك وأبوك بإنجازاتهم. يا ابني انت ما بتستحكني؟ مالك مربى؟ ما عندك ادب؟ طب انا بحكي مع امه هيك؟ ما عجبك كلامي؟ ما تضربني، تضربني احسن. ليش هيك عم تزورني وتطلع علي هيك هالتطليعه؟ تضربني احسن. ونعم التربيه، ونعم التربيه بس. خطا يا حبيبي خطا. ابني انت ما بتستحي؟ ما بصير ابني، هي امك، شلون تغلط هيك بحقها؟ ما كان قصدي بابا. ما بصير ابني، هي امك، ما هي اختك الصغيره او اخوك الصغير تغلط عليه وتعيط عليه وترفع صوتك بوجهها. ما بصير ابني، فهمت؟ ماشي بابا. هلا تروح فورا تبوس ايدها وتعتذر منها. تكرم بابا. فهمت ابني؟ فهمت. الله يرضى عليك. انتبه من هيك اخطاء، ما بصير. جنيت تحت أقدام الأمهات. فهمت بابا؟ فهمت. لازم واحد يطيع أمه ويسمع كلمته وما يعلي صوته أبداً بوشه. وإيش بتقول له؟ بتأمره بيقول له حاضر أمي. تمام؟ تمام. فهمت ابني؟ فهمت بابا. الله يرضى عليكم. الله يرضى عليكم. لا تفتح وتفنجر عيونك وتحدق وتزور أمك وأبوك لما يكونوا عم ينصحوك أو حتى لما يكونوا عم يبهدلوك.